السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأخبار والأحداث المتعلقة بسوق الصرف وأسواق المال والذهب في سوريا وأهم الأخبار الاقتصادية نناقشها مع حضراتكم اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في تحركات السوق السوداء، حيث سجل الدولار استقرار واضح وملحوظ في كافة المدن والمحافظات، وتحرك بين مستويات 14750 ليرة إلى 15280 ليرة، بينما سجلت أسعار العملات تراجع ليتحرك اليورو بين مستويات 16420 ليرة إلى 16304 ليرة. وفي السوق الرسمية ظلت الأسعار مستقرة، ففي نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي سجل دولار 13668 ليرة، وفي نشرة البنوك 12500 ليرة. وعلى صعيد الأخبار، جمعية اللحامين تتوقع انخفاض كبير في أسعار اللحوم خلال الشتاء الحالي. وفي التفاصيل، أكد رئيس جمعية اللحامين بدمشق محمد يحيى الخن أن أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة شهدت انخفاض ملموس قارب 13000 ليرة للكيلو الواحد، وبشر الخن بانخفاض كبير ومرتقب بسبب كساد في بيع اللحوم، نظرا لأن المواطنين من ذوي الدخل المحدود ليس لديهم القدرة الشرائية على استهلاك ما يحتاجونه من اللحم. يتوقع انخفاض كبير قادم في الشتاء الحالي. ووفقا للأسعار المتداولة في الأسواق، يباع سعر كيلو الخروف بنسبة 50% دهن بين 130 ألف إلى 140 ألف ليرة، أما الكيلو الذي فيه نسبة الدهن 25% يباع ب 170 ألف ليرة، وكيلو الهبرة بدون دهن يباع ب 240 ألف ليرة، أما كيلو اللحم بدهن يباع ب 170 ألف ليرة. في النهاية، فإن أي أخبار من شأنها تخفيف الضغط على كاهل المواطن هي أخبار سارة ومحببة إلينا ونفرع عند رصدها، حيث يعاني الغالبية العظمى من المواطنين من أزمة حقيقية في تأمين أبسط متطلبات الحياة في ظل ظروف صعبة وطاحنة، وفي فترة المدارس التي بدأت وتأمين احتياجات أبنائهم من المواد الدراسية. وفي النهاية، نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي في ظل هذه الظروف الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف دولار في عدد من المدن والمحافظات السورية اليوم الجمعة، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرع والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14750 ليرة إلى 14850 ليرة، وفي محافظات إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور وفي الحسكة سجل مستويات تتراوح ما بين 15070 ليرة إلى 15280 ليرة، وهي الأسعار التي انتهت عليها التعاملات أمس. أما بالنسبة لأسعار العملات، فقد تباينت ليسجل اليورو 16420 ليرة مبيع و16304 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 432 ليرة مبيع و427 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3940 ليرة مبيع و3911 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48416 ليرة مبيع و48063 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 305 ليرة مبيع و301 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا، فقد سجلت أرقام قياسية اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و272 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22
1,169,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 1,117,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 958,000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2,665.50 دولار، وسجلت ليرة الذهب 8,875,000 ليرة سورية اللي بتساوي 599.71 دولار، وسجلت أونصة الفضة 474,337 ليرة سورية اللي بتساوي 32.04 دولار، وسجل جرام الفضة في سوريا 15,252 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني ودعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله يحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.